السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا عندنا تصوير فيديوي. هذا التصوير الفيديوي اللي ظاهر امامكم راح نسولف عليه، اللي هو ريتشموند شيفرون ريفاينري بكاليفورنيا. زين، هذا المصفى الكرود ديستيليشن تاور، البرج التكرير الرئيسي اللي ساقبالنا موجود امامنا. شبيه بي منتجات، هاي المنتجات تبدي تتوزع من الجيت غازويل، الجيت الديزل الجازويل هنا بالاخير. زيت زين شنو زين زين. هسا باوع لي هذا المصفى. هسا الحادث اللي صار لي، احد الاخوان المشغلين اللي موجودين داخل اليونت بدا يتمشى داخل الوحدات التشغيليه ويباوع شنو اللي موجود عنده. لاحظ انه اكو قطع مال زيت او بقع من المنتوج، احد المنتوجات واقع بالقاع. شال راسه اللي فوق، باوع عنا اللاين هذا اللي موجود قدامنا. لقى هذا اللاين بقطرات من المادة قاعد تنزل. زين، قطرات من المادة قاعد تنزل. نشوف اللي داخل اللاين شنو. هاي الجازويل المادة اللي داخل اللاين، درجة الحرارة مالتها عالية جدا. زين، هاي المادة جريان مالت المادة داخل البايب يسبب لي، سبب لي تآكل، سبب لي كروجن. هذا تآكل داخل اللاين. بلغ الاخوان اللي بالسيطره، بلغوا المانجر مالتهم او مدير الانتاج مثل ما نقدر نقول. زين، اجوا الجماعه. قرر مدير الانتاج انه شو يسوي، انه يشيل التغليف قبل ما يبلش بامرجنسي شت داون. قال قطرات بسيطه، خلي اقلها ندل المكان مالتها وين. زين، وبعدين عود وراها نشوف شنو الاجراء اللي نتخذه. هذا الاجراء خابر اهل الصيانه. ايضا اجوا اهل الصيانه، اجوا جماعه الاطفاء، السلامه والاطفاء ايضا تواجدوا بالوحده في حال انه صار خلل عندهم. بدوا اول نقطه شو يسوون، قالوا احسن شيء خلينا نوخر الانسوليشن. هذا مو عازل موجود بيه، عازل حراري الخارجي، راح نبدي نوخر العوازل مالته. صعدوا اثنين من الابطال جماعة الكادر الأطفاء. زين، قال لهم وخرونا العازل. فبدوا شو يسوون، بدوا يحركون البايب، يردون يوخرون العوازل بعد ما نصبوا السكلة. زين، وصعدوا عليها باوع. اللاين واصل إلى مرحلة ثيكنس مالته صاير كلش قليل. بسبب شنو؟ بسبب التآكل اللي موجود بداخله. زين، اجوا صعدوا، كبروا السكلة مالتهم وصعدوا مرة ثانية قريبين على البايب، بدأوا يوخرون السيم، وخروا العازل. من وخروا العازل داخل العازل الخارجي هذا، بعد ما بدأوا يردون يوخرون الانسوليشن العازل الداخلي، يعني هذاك التغليف، هذا هو العازل الأصلي الأساسي، بس مجرد تغليف حتى يلزم العازل. بدأ هيدروكربونات أو هيدروكربونات تطلع عن طريق البايب إيفابوريت، يعني مثلا نقدر نقول تبخرت الهيدروكربونات الموجودة. شغلوا الاطفاء النوزلات مالتهم مال الاطفاء، وبداوا يضربون البايب. قالوا خليني نضرب البايب بقوه بالجيت مالتنا حتى شو نسوي، حتى نوخر العازل اللي موجود. هذا هو البايب متاكل، واصل الى مرحله جدا تعبانه. زين، وبدا يضرب عليه ماي يوخر العازل مالته. المعدن مال البايب هو اصلا منهار، واصل الى حد ما باقي معدن. شلون ذاك الهامبر ريفاينر قلنا واصل الى 0.6 ملم. زين، يعني الثيكنس مالته كلش قليل، صاير من 6 الى 7 الى 0.6 ملم. فبدلت مواد الهيدروكربونيه تطاير وين؟ داخل الوحدات التشغيليه. بعد ما يسيطرون ما قاموا يشوفون شيء. زين، انتشرت داخل الوحده، يابا امرجنسي شت داون. بلشوا امرجنسي شت داون، ما يلحق يسوي امرجنسي شت داون يعني بهالوضع هذا اللي ساعتوا قدامكم. زين، فصار اللي صار، وصار هذا الحريق اللي موجود داخل الوحدة. الشغلة شنو؟ انه احنا داخل الوحدات التشغيلية ماكو في شيء اسمه ليك، والله خلي شو اسمه، خلي لا ننتظر، خلي نشوف، نشوف مين الليك. لا، ماكو هيك قضية. القضية انه emergency shutdown، قطرة مادة واحدة اذا نزلت من التور، من اللاينات الرئيسية مال المنتوج، يعني اللاينات الخطرة اللي ندري بها درجة حرارتها عالية، اللي ندري بها عندها قابلية للاشتعال سريعة، مجرد انه تطلع الغازات مالتها للخارج. فشوف انت الحالة اللي صارت عندهم هنا. زين، هاي الحالة اللي صارت عندهم سببت حريق
خسائر بشرية وخسائر مادية. فإحنا نرجع ونقول إنه ماكو في الشيء اسمه بالمصافي اجتهاد أو مثل ما نقول إحنا إسباعية، أو واحد يقول مثلا خلينا نشوف وخلينا، لا، القرار ينوخذ مباشرة، مجرد ما شفت أنت أكو خلل عندك رأسا تسوي emergency shutdown وتبدي تطفي الوحدات. باوع اللاين هذا اللي صار بي، باوع الواصل إلى مرحلة صاير مثل ما نقول إحنا باللفظة العامية صاير يعني قشرة كأنما. زين، باوع اللاين هسا هذا أمامنا، زين، هذا اللاين اللي وخروا الانسليشن مالته. هاي القصة مالت من؟ مالت شيفرون ريشموند ريفاينري. زين، راح يعيد هو إعادة بسيطة بالنسبة للصورة اللي صارت. زين، شيفرون ريفاينري، باوع اللاين، نعم، هذا البايب الكربون ستيل اللي سبب لنا هاي المشكلة، وهاي سيارة الإطفاء اللي كانت واقفة بالإنيميشن اللي شفناه. شكرا جزيلا لإصغائكم، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم بعد ما شفنا شيفرون ريفاينري.